السلام عليكم البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير. اليوم غنقدم معكم واحد الصلاه منعشه ديال الصيف. انا هما المقادير ديالها. عندنا هنا واحد شويه ديال ليشو مقطع طريفات صغار، شويه ديال الزبيب، شويه ديال القرقاع، شويه نص تفاحه، شويه ديال المايز. هنا لي فخوي كونف لي فخوي لي كونفي لي كاينين في لا بواط كونسيرف، خزو محكوك، خزو وحده محكوكه، شويه ديال الخس، ولاصوص اللي باش نرافقوها نقولها لكم من بعد. ناخذ الخس غادي نحطو بحال هكا، نديرو عليه لي شو. هادي سلطه ازياتيك، هما اللي كيديروا هاد لاصالاد، ديروا لي الشو كتجي زوينه في هاد. الا كان الصاد كتجي منعشه وغنيه وصحيه. كنديروا عليها خزو محكوك كما كيبان لكم في الصوره. بعد كنديروا لي فخوي، هادو لي فخوي ديال الكونسيرف ديال لي بواط، اي فخوي عندكم غير هادو حيت كتحتاجو الماء ديالهم. من بعد شويه ديال التفاح، التفاح راه درت لي شويه الخل شويه الحامض عفوا باش ما يكحلش. تعصروا عليه واحد شويه الحامض، كتقطعوا طريفات صغار وتعصروا عليه شويه الحامض باش ما يكحلش. من بعد كنديروا المايس، كلشي هادشي كنديرو شي فوق شي وصافي. يا ساتي هنا. بعد كنديرو على الزبيب، الزبيب راه مغسول ورقدتو في شويه الماء وصفيتو. كذا نديرو عليها كركاع، كنديرو ليه بحال هكا نهرمشوه شويه. هادي كتجي غير بالقرقاع، ما كتجيش باللوز ولا شي حاجه، كيجي معها كيمول معها غير القرقاع. هي دابا لاصالاد ديالنا. دابا غنديرو لاصوص ديالها. لاصوص ديالها كنحتاجو دانون مسوس، معلقة صغيرة ديال سنيدة، شوية الملحة غير شوية، ونخلطو. من بعد كناخدو داك الماء ديال دوك الفخوي ديال الحك، كنبقاو نزيدو عليه شوية بشوية، تقريبا واحد جوج معالق صافي. كتكون عندنا لاصوص ديالنا هي هادي، ندوقها واش هي هاديك. نزيدوها واحد شويه ديال الماء، ها هي لاصوص ديالنا وجدات. كنديروها فوق منها، حتى كنبغيو نقدموها عاد كنديروها فوق منها. انما كنتو تقدموها ديك الساعه غير وجدوها وحطوها في الثلاجه صافي. كديروا لها بحال هكا، وها هي لاصالاد ديالنا وجدات. وانا غنوريكم التقديم النهائي. ها هي، ها نتوما البنات، ها هو التقديم ديالنا النهائي. ها هي لاصالاد ديالنا وجدات وبردات، قدمتها مع ديكيش. نتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش في لايك وابوني وتفعلوا الجرس. وشكرا.